مسرور بلقائكم في درس جديد من دروس التعبير الكتابي. إذن ننتقل إلى النشاط الأول. أقرأ السؤال: أملأ الفراغ بي صبيحة سهلة عالية. إذن عندنا ثلاث كلمات. أنتقل إلى الجملة الأولى. الجملة الأولى: نعم، أشجار البستان. سأتمم. إذن كيف هي أشجار البستان؟ الجملة الثانية: إذن ماذا فعل الحصان بقوة؟ إذن سأتمم بالكلمة المناسبة هنا. الجملة الثالثة: زارع السو الغابة فراغ العيد. إذن متى زارع السو الغابة؟ إذن سنتمم بالكلمة المناسبة. إذن أنجز النشاط على الدفاتر ثم ننتقل بعد ذلك إلى التصحيح. نعم، نصحح. إذن كيف هي أشجار البستان؟ ما هي الكلمة المناسبة؟ هل هي صبيحة أم سهلة أم عالية؟ إذن أشجار البستان عالية. نعم، ننتقل إلى الجملة الثانية: ماذا فعل الحصان بقوة؟ إذن ماذا فعل الحصان بقوة؟ إذن سأختار الكلمة صبيحة سهلة عالية. إذن ما هي الكلمة المناسبة؟ إذن الكلمة المناسبة هي سهلة. إذن سهلة، صهل الحصان بقوة. إذن الصهيل هو صوت الحصان. ننتقل إلى الجملة الثالثة: متى زار صديقنا عس الغابة؟ إذن نبحث عن الوقت الذي زار فيه عس الغابة. إذن صبيحة سهلة عالية. إذن الكلمة المناسبة هي صبيحة. إذن زار عس الغابة صبيحة العيد. صبيحة العيد، إذن زار عس الغابة صبيحة العيد. إذن صححوا على الدفاتر ثم ننتقل إلى النشاط الثاني. نعم، إذن سأقرأ السؤال: أحيط الكلمة الدخيلة بخط. إذن سنحيط الكلمة الدخيلة بخط مغلق. إذن سأقرأ المجموعة الأولى. إذن هناك مجموعة من الكلمات، سأقرأ المجموعة الكلمات الأولى: بقرة نعاج خيول حاسوب ديك. أقرأ مجموعة الكلمات الثانية: حقل مزرعة عمارة فلاح خم. السلسلة الثالثة: ورود أشجار حلويات أعشاب زهور. إذن ما هو المطلوب منا؟ المطلوب هو أن نحيط الكلمة الدخيلة بخط مغلق في جميع المجموعات. الكلمة الدخيلة إذن هي كلمة مختلفة عن
باقي الكلمات الأخرى من حيث المعنى. إذن هي كلمة مختلفة عن بقية الكلمات من حيث المعنى، وهي كلمة واحدة. إذن كلمة واحدة. إذن أنجزوا النشاط على الدفاتر. ننتقل بعد ذلك إلى التصحيح. نعم، إذن سأعيد القراءة. بقرة نعاج خيول حاسوب ديك. إذن الكلمة الدخيلة هي حاسوب. إذن سأحيطها بخط مغلق. إذن هي كلمة دخيلة لأنها مختلفة عن كلمة بقرة نعاج خيول ديك. إذن هذه حيوانات، والكلمة الدخيلة هي شيء نستعمله في البيت. نعم، ننتقل إلى المجموعة الثانية فأقرأ الكلمات. حقل مزرعة عمارة فلاح خم. إذن أين هي الكلمة الدخيلة هنا؟ الكلمة الدخيلة هي عمارة. إذن سأحيطها بخط مغلق. إذن الكلمات الأخرى: حقل مزرعة فلاح خم. إذن كلها كلمات توجد في القرية، كلمات توجد في القرية. والكلمة الدخيلة عمارة. إذن العمارة توجد في المدينة. ننتقل إلى مجموعة الكلمات الأخيرة. ورود أشجار حلويات أعشاب زهور. إذن أين هي الكلمة الدخيلة هنا؟ إذن الكلمة الدخيلة هي حلويات. إذن سأحيطها بخط مغلق. إذن الورود والأشجار والأعشاب والزهور إذن توجد في الغابة، أما الحلويات فتعدها الأم خلال الحفلات التي نحتفل بها. نعم، إذن صححوا على الدفاتر، ثم ننتقل إلى نشاط ثالث. إذن سنسطر جدولا على هذا الشكل. إذن ستسطرون جدولا على دفاتركم على هذا الشكل. نعم، إذن الجدول يتكون من خانتان، من خانتين. إذن هنا سنكتب حيوانات. نعم، إذن سأعيد رسم الجدول. حيوانات الضيعة. وهنا حيوانات الغابة. إذن ما هو المطلوب منا؟ المطلوب هو أن
نبحث عن الحيوانات التي تعيش في الضيعة مع الفلاح، إذن تعيش بجانب الفلاح ومع الفلاح. ثم هنا سنبحث عن الحيوانات التي تعيش لوحدها في الغابة، سنبحث عن 4 حيوانات لكل شكل. نعم، إذن السؤال سنملأ الجدول، إذن أملأ الجدول. نعم، لما يناسب. إذن أملأ الجدول لما يناسب. إذن هذا النشاط سننجزه على الدفاتر، دائما على الدفاتر. نعم، إذن في الأخير أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وإلى درس لاحق إن شاء الله.